combi. Tu fais la prépa tenir longtemps. Le constructeur. L'idée là ce soir, c'est d'aller chercher des fuites importantes sur des éléments de réseau, de canalisation, qui ont révélé déjà en première analyse à peu près 30 à 40 litres seconde perdus. Alors ça concerne plusieurs étages de pression, ça concerne l'étage 85 et l'étage 110, et on va avec les équipes aller à la rencontre, à la recherche de ces fuites pour justement alléger cet effort sur le réseau et veiller à améliorer le rendement. Et vous voyez, ces équipes font un travail remarquable puisque pendant toute la nuit, elles vont chercher, écouter les canalisations, identifier ces fuites qui font tant de tort à la performance des réseaux. Et c'est grâce à ce travail, à cette énergie, que le lendemain, après avoir identifié ces fuites, d'autres équipes viendront les réparer, viendront reconstituer l'intégrité des réseaux et améliorer la performance, je veux dire, de l'ensemble du système d'adduction et de distribution d'eau. Donc vraiment bravo à toutes ces équipes, on va les soutenir, on va les écouter, on va comprendre avec elles et les aider à rechercher ces fuites pour que la performance du réseau s'améliore. Bravo à toutes ces équipes, c'est vraiment un travail magnifique qui est réalisé. في إطار الأزمة في الأزمة ندرة المياه اللي كتعرف بلادنا حاولنا هذا العام في ليداك أننا نكتفوا من الجهود التي نقوم بها سنويا من أجل تحسين مردودية الشبكة والبحث عن التسربات، حيث هذه السنة حاولنا أننا نزيد من عدد الفرق التي تقوم بالبحث عن التسربات، حيث نتوفر حاليا على أكثر من 40 فرقة متخصصة في البحث عن التسربات التي تستعمل أحدث التقنيات للبحث عن التسربات بحال مثلا سكون ابيل هذوك لي بري لوكاليزاتور دو فويت اللي هما مجسات اللي كنوضعوا في الشبكه اللي كتمكننا من اننا نلقاو التسرب اون طون ريال من ديك كتبدا لا فويت كتطلع لنا اون الارم اللي كتمكننا ان نمشيو للمكان ديال فين كاين التسربات واصلاحه بسرعه، حيث نتوفر حاليا على اكثر من تقريبا 3000 ميجاس بري لوكاليزاتور دو فويت اللي وعندنا الطموح باننا نزيدوا من هذا عدد هذا المجسات واستعملنا حتى في هذه المجسات حاولنا نستعملوا تقنيه جديده تقنيه لا راديو اللي كتمكننا باننا تكون عندنا لالارم شاك جور. كما اننا في اطار هذه الجهود حاولنا زدنا من عدد لي بروجي ديال سكون ابيل موديلاسيون دو بريسيون للتحكم في الضغط الشبكه، لان من اهم الاسباب التي تحدث تسربات في القنوات هو الضغط المرتفع ديال الماء. لهذا قمنا بمجموعه من المشاريع للتحكم في الضغط خصوصا بالليل، لان بالليل ما كتكونش لا كونسوماسيون ديال الزبناء يعني، وحاولنا اننا نخفضوا الضغط في الليل بلا ما ناثروا على الصبيب ديال الزبناء ديالنا. كما اننا حاولنا نستعملوا تقنيات جديده خصوصا في القنوات الكبرى في التحكم عن التسربات، وهي تقنيات جد متطوره اللي هي لا ميثود صحراء اللي كتمكننا ندخلوا بحال كاميرات في على الانتيريو ديال القناه اللي كتمكننا من نعرفوا التسرب في القنوات الكبرى. كما اننا زدنا من عدد مجسات ديال الضغط اللي الضغط في القنوات، كذلك مجسات وضعنا مجسات اللي كنعبروا بها الصبيب في الشبكات اللي كيمكننا من ان نعرفوا لي زون اللي فيهم تسربات كثيره، وكان اللي هما اللي كنصيفطوا لهم هذوك الفرق ديالنا، وحتى الفرق ديالنا حاولنا حتى هما نزيدوهم تقنيات جديده للبحث عن التسربات اللي هما تقنيات جد متطوره. كل هاد الاعمال تقريبا في 2022
تقريبا الفرق ديالنا بحثوا في اكثر من 20,000 كيلومتر ديال القنوات، ما يمثل 3 مرات حجم القنوات ديال الدار البيضاء. وعندنا وفي 2023 غادي نحاولوا نكثفوا عاوتاني الجهود ونستعملوا تقنيات اخرى للهدف منا كل مره اننا نقللوا من ضياع المياه في الدار البيضاء وتحسين المردوديه.